نحن الآن في كنيسة مار ميخائيل للصريان الأرثوذكس في منطقة الحمدية في مدينة حمص. فالمنظر كان مؤلم جدا، وأنا كأب وكمطران وكنيسة تابعة لي تأثرت جدا. طبعا هذا الشيء أدى لأن الواحد يبكي ويتألم. المنظر كان أسوأ من هيك، براميل من الرمل، كان في شو اسمه أوساخ كثيرة، أنقاض كثيرة. للطائفة قمنا بنقل الجثامين إلى مدفن جديد، وسنقوم ببناء حديقة للأطفال وملعب. إلا ضمن إطار منطقتهم بسبب الأوضاع الأمنية، بسبب الأوضاع ما بين أو الأجواء التي ولدتها الأزمة في حمص. واليوم نحن بحاجة ماسة لترميم هذه الكنيسة وخاصة الملحقات، فالملحق الكنيسة كان مدفنا. ولكن أنا بالنسبة لي كمطران كان عندي اهتمام أنه يا ريت نصلح البيوت بعدين الكنيسة، ولكن إصلاح البيوت بخلي الكنيسة تنتعش ويصير فيها عالم، وإذا أنا صلحتها وما في عالم شو الفائدة؟